وجيتك لبابك حبيبي، صديت في وجه بابك أهل داري نصيبي. ما قلت لي إيه مرحبا بك، جيتك لبابك حبيبي. كان شرف بعدا بكم بوجودكم شوف تي في. مرحبا بكم لاله فاطمه الزهراء، اكيد خويا. انا اسم ديالي بشرى بالحربه، باش كيعيطوا ليا فنانه احلام انوار، اخت الفنانه عبد العالي انوار. اكيد تحيه كبيره وغاليه لخويا عبد العالي من هذا المنبر. جات هذا كما قلنا، جات هذه الجائحه ديال كورونا، كنا خدامين بقطع الحفلات وداكم راكم عارفين سهرات وهذا. مني جا هذا الشيء ديال كورونا، الجائحه، يعني توقف العمل ديالنا من شهر 3 وحنا واقفين. كذلك الزوج ديالي كان عنده اجونس دو فواياج اللي كانت هنايا، السياحه كانت اجونس دو فواياج، يعني ما بقاتش خدامه، سدات. كتشوف شحال من سرباي انتحر، شحال من موسيقي. واحد الموسيقي راه مات بسكته قلبيه بقوه الحسره والالم اللي كيعيش مع ولادو. ولدو كيبغي شي حاجه ما يقدرش يوفرها عليه، كيدخل ويسد عليه، بقى كيتغدد يتغدد تتوفى بنادم. الانسان كيضيع بحال هكا، زعما حشومه، زعما حتى حنا يحلوا لينا ونخدموا حتى حنا كما النظام اللي داروا، نخدموها ب 10 كاع حنايا، 10 ل 10% 20% بارا. الحمد لله حنا درنا المحل ديالنا، يعني معاونين انا وياه. وراه هذه القضيه ديال 8 ما لقاش باش يخلص السربايات اللي خدامين معانا. قلت لي شنو غنديروا؟ قلت لي نخدم انا وياك، يدي بيدك بشويه شنو غنديروا؟ يعني حتى كانت ما كيسد حتى 11 الليل، كانت شويه تحركات ليه شويه، كانوا الناس كنت انا كنجي كنجلس عادي وهذا. ولكن دابا ملي شفت الوقت تزيرات عليه وهذا، قلت لي صافي ما لقيناش باش نخلصوهم. وتا دوك الناس اللي كانوا خدامين معنا تا هما مساكن عندهم مسؤوليات، تا هما متبعهم شحال من حاجه، كانت صعيبه باش بقاو فيه. هو ما قدرش يجلسهم، وانا شفت قلت لي شوف انا راه غنجي نخدم معاك، راك فيما حطيتيني خلاوة تنحطي على الجرحية برا. ما عندي ما ندير. ولكن الغريب في الأمر هو أنك يجيو الناس اللي كيعرفونا، كتجيهم غريبة فنانة أحلام تتربينا وتنطيب هذا كيسربي ولكن يعني أنا اللي كنطيب تواجن، كنطيب كسكسو، كندير كل شيء، يعني معونة أنا والزوج ديالي. إيوا راه حاسة راه مألمين، راه هادشي كيألم. كنضحك مسكينة غير من الفوق، الحمد لله. لا اله الا الله، نتمنى من الله هادشي. حنا الحمد لله راه لقينا، كتشوفي الفنانين الاخرين وكتشوفي السربايه، كتشوفي يعني القطع الحفلات والاعراس وكلهم كلشي تضروا، يعني حنا لقينا. كتقولي الحمد لله، هما شنو غيلقاو؟ كيجي عندك ولدك ولا بنتك يقول لك هو مولف واحد العيشه، مولف يمشي للمدرسه لابس، مولف، فهمتي؟ كيجي عندك يقول لك بغيت. دابا باباهم ولا كيقول لهم انتما البنت الكبيره، لانها كتحس كتعرف عندها تبارك الله 15 عام، كيقول لها انت ماشي شغلك، غير قولي يا بابا بغيت وتسخري اللور، انت ما تعمريش راسك بهاد المشاكل اللي كاينين. الحمد لله وصافي. وجيتك لبابك حبيبي، صديت في وجه بابك اهل داري نصيبي. ما قلت لي ايه مرحبا بك، جيتك لبابك حبيبي، صديت في وجه بابك ايا لدار النصيب. ما قلت لي ايه مرحبا بك، ما قلت لي مرحبا بك، جربت بردك وصيفك، كورونا تباهي بكيفك، الحب بحسن وطيفك، يا شوف التيفي ومرحبا بك، ما قلت لي ويش جابك. لان الفنان ملي تيكون رانا، انا ما غنيتش بديك الراحه اللي نورمالمون تنغني بها، وداك الشيء لان الفنان ملي تيكون مضرور نفسانيا وهذا ما كيقدرش يؤدي كما يجب كما موالف. روتيني اليومي كنفيق مع يعني قبل من الفجر انا والزوج ديالي، كنقاد داك الشيء ديال الدار ديال الوليدات باش يلاه نوصلوا هنايا، خصنا نوصلوا هنا كيكون السبعه لا روب، خصنا نكونوا هنا، يلاه تنحلوا، يلاه كنقادوا، يلاه كنجمعوا، يلاه كنصيقوا، يلاه كنجففوا هذاك الشيء، يدي كلشي كنطيبوا الحسوه في الصباح، لان كيكون فطور في الصباح،
كنديروا حسوه، كنديروا فطور بلدي، كنوجد الطواجن الغداء، لان ما كتجي فين يلاه تسالي هذا الشيء كتوصل 12 الناس كيجيو كيخصهم يتغداو. لا من ناحيتي لا من لا 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 الله تبارك الله عليها والله يرضي عليها. الله يدي لبانو في هاد لا كاين لا 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 كاين من قبل وهي هكاك زعما هي اي نقدر نبقى فيه، ولكن انا كي صراحه انا الا ما غنيتش شي نهار الا ما خرجتش داكشي اللي عندي كيبقى ضروري خصني نغني. كنخرجوا يا فرح يا حزن كنخرجوا بالغناء. هما انا شوفي دايره كسكيطه كيقولوا لي اختي، كنقول لي شنو تشرب اسيدي لا هو كيمشي يدوي شنو تشرب. وعلى فكره انا كنت شاركت في برنامج زين النجوم في 2006 وخديت لقب نجمه الخليج، وكانت ديك في ديك الوقت السوشيال ميديا ما كانتش بحال دابا. 2006 نعم 2006 خديت نجمه الخليج في لبنان، راه كاين كلشي في اليوتيوب احلام انوار. خديت نجمة الخليج، جيت انا الثانية لا في دو في اذاعة دبي تي في، والسوشيال ميديا ما كانش الاعلام وداكشي، وصافي بقيت سهرات والحفلات وداكشي ومع الوليدات عاوتاني كتنساي راسك. يلا خاصك توفري من الحفلات والسواغي اللي كديري باش يلاه تجمعي باش يلاه كنتج راسي، يعني ما كاينش شركة الانتاج كنتج لراسي. صافي درت جوج اغاني والحمد لله. دابا ملي جات الكورونا يعني بدلنا الواحد هادشي هادشي كياخذ منه تجربه وعبره. بنادم اللي خدام وكيكون ميسور الحال خاصو يجمع لهاد الظروف اللي كتجي، لان بنادم ما كيعرفش الوقت شنو كتجيب. هي كورونا جات هي سبحان الله العظيم سدات كاع البيبان. بنادم خاصو ديما يدير الاخر ديالو، يعني مارض بزاف الحوايج كيجيو ما كيعرفش بنادم شنو تابع من هنا لقدام. هي راه خاصو يشوف فيهم، راه شوما بغيت نعرف هاد المغنيين وهاد الموسيقيين وهاد السرباي. واش هاد السرباي عمرو قال ليه جيب لي شي عرس ولا شي حفله ولا شي قرح ولا شي فرح، جا عنده قال ليه بغيت هادي وما جابهاش ليه؟ مال هاد الموسيقي عمروج راه كيفرحوا الناس، كيدخلوا البيوت الناس باش كيفرحوهم، يعني محشومه هادشي اللي دار معاهم، يعني حشومه ما يديرش التفاته ليهم. راه بنادم راه الناس كتموت، راه الناس كتموت، راه حسره.